ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دبي اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلا من دولة الإمارات وفرنسا وإيطاليا والبحرين والمغرب وإسبانيا وإسرائيل والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا إلى جانب مملكة هولندا التي انضمت اليوم إلى هذا التحالف. وتضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة. وفي بيان عن الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي أكد المشاركون أن الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي ماضية في تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابر الحدود الوطنية إلى جانب محاربة التطرف والراديكالية في جميع أشكالها. وأدان البيان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الأمني الدولي خلال العام السابق من تحديات، كما أدان البيان بشدة الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات مطلع العام الجاري.